ترتبطين اليوم او يصير عندك انت ليه حبيب وتتوج هذا الحب بزواج؟ اوكي، شنو المواصفات اللي تبحثين عنها بعد تجربه الرجل ماساويه؟ بدي رجل قوي شخصية اقوى مني، رجل عنده كل مواصفات العطاء، عطاء العطاء والحب والكراء، يعني يكون كريم. اللي قبل ما كان كريم؟ بلا، ولا كان قوي شخصية، كان اقوى مني. ما بقول لك ما صار مشكلة، صار شيء قصة الحياة، فصعبة ارجع اتلاقى بحدا احسن منه. هون المشكلة. لازم شخص يعبي محله. هلا ما لازم اقارن، ما فكرتوا ترجعون؟ ما بعرف، ما ليش شو بدك انت شو بدك اليوم؟ ما بعرف، ما احب الطلاقات، يعني ما احب الانفصال، احب الناس ترجع دائما تعيش. بعدنا اصحاب ونتلاقى ونتشاف. ممكن ترجعون؟ انا ترك الاشياء لربي، مثل ما تجي تجي بالحياه. حس اكون شيء يعني؟ ممكن يتحقق هذا الشيء بالمستقبل؟ ما بقى افكر كثير للاشياء بالمستقبل لانه تتعب. خلي الاشياء تروح، خليها مع الايام. مع الايام، مع الايام يمكن اجمل. انت جريئه.